وللحديث عن الأسباب وراء ازدياد أعداد الإصابات في السرطانات في العراق وفشل السلطات الحكومية في معالجة هذه الزيادات، معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث والسياسي حسين العليان. أهلا بك معنا أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ حسين. يعني تتوالى الإحصائيات الحكومية وغير الحكومية أيضا عن ازدياد أعداد الإصابات في السرطانات خاصة في محافظة البصرة. برأيك هل ستبقى الحكومة ومؤسساتها الحكومية مكتوفة الأيدي حيال هذه الكارثة، حقيقة الكارثة الطبية التي يمكن وصفها بالإبادة؟ يسعد مساكم مساء المشاهدين الكرام، ورمضان مبارك عليكم وعلى المسلمين أجمعين وعلى العالم. اللهم آمين. الحقيقة تناول هذا الموضوع ليس باليسير، لأن الموضوع الصحي أو الموضوع البيئي في العراق موضوع شائك ومعقد. يعني ليست، أنا استمعت إلى التقرير، ليست كل مناطق المصرف بالضرورة أن تكون بيئة مناسبة لنمو الأمراض والسرطانات، لأنه أكيد هناك وسائل حديثة لعملية المحافظة على البيئة والتخلص من الكربون، يعني سلسلة من الإجراءات تقوم بها الشركات العالمية، لكنها في العراق مفقودة. وهناك عملية نهب منظم للنفط دون مراعاة الشروط البيئية في المنطقة ودون مراعاتها. أضف إلى ذلك أن العراق خلال العقدين من الاحتلال حتى الآن يعيش حالة من الانفلاش السياسي الاقتصادي القيمي الخلقي المالي، سمي ما تريد. وبالتالي كل بنى الدولة التحتية الساندة العملية لل يعني للبنى البشرية من حيث الصحة والتعليم والإسكان والبيئة كلها تدمرت. أضف إلى ذلك أن هناك ليس هناك حكومة لديها رؤية لمعالجة هذه المشكلات. هناك لدينا نظام سياسي أشبه بالعصابة التي تحكم بلد يعني تتنافس وتتصارع على المكاسب ليس إلا، وهي ليست معنية بهذه التفاصيل. لكن جوهر الأزمات الحقيقية في البصرة وجنوب العراق بشكل أساسي أنها خضعت لقصف مكثف من قبل الولايات المتحدة بأسلحة اليورانيوم المنضب، وهي واحدة من الأسباب التي قد تكون خلف العدد الهائل من إصابات السرطان في الجنوب وفي البصرة وبيقار بشكل أساسي. يعني بما أننا ولم تمارس الولايات المتحدة الأمريكية يعني خلال احتلالها لعقد من الزمن للعراق أي إجراءات للتخلص من هذه المقذوفات أو معالجة ما ترتب عليها في البيئة العراقية. بالعكس، تركت الأمور تزداد سوءا. ما المسؤولية وليس التي، لدينا في العراق اليوم حكومة تسعى لحل هذه المشكلات. نعم أستاذ حسين، يعني الحكومة ما هي مسؤوليتها تجاه نقل معاناة يعني أهالي هذه المناطق التي تم قصفها سابقا ويوجد فيها مخلفات حربية وأهلها يعانون من السرطان؟ ما دور الحكومة في إيصال معاناة هؤلاء إلى المجتمع الدولي ككل؟ يعني عندما تمتلك حكومة تدافع عن مصالح البلد ومصالح الناس ستجدها فعالة في الأروقة الدولية والمنظمات العالمية لمناحقة الأسباب الناجمة عن هذه السرطانات وهذا الانهيار البيئي. لكن الحكومة هي العوبة يعني بيد الخارج، وليست معنية بملاحقة أحد في الخارج. وإلا لو كان لدينا حكومة يعني تدافع عن مصالح الناس والبلاد كان يعني تستغل حتى هذه الظروف الدولية لملاحقة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، صاحبة العدوان ومشروع العدوان على العراق عام 2003. يعني أمريكا هي من تسببت في كل هذا الدمار الذي لحق بالمجتمع العراقي، واليوم العلاقة مع أمريكا هي من تصير الحكومات وتفك حكومات وتصعد حكومات. نعم، طيب أستاذ حسين، هل يبدو برأيك هذا الأمر معقد إلى هذه الدرجة؟ يعني هناك
مليارات من عائدات النفط، مليارات الدولارات من عائدات النفط، هل يتعذر بناء مستشفى أو إنشاء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان لتدارك هذه الكارثة أو حتى على الأقل التخفيف منها؟ يعني كما ذكرت لك أنا من الحديث، المسألة ليست فنية، يعني التمويل الإمكانات المالية المتوفرة لمعالجة المشكلات الفنية، لكن هذه المشكلات تحتاج إلى رؤية حكومة لها رؤية دفاع عن مصالح الناس وتهتم في مصالح الناس وتهتم في تنمية البلد ومصالح البلد. هذا ما لا يتوفر في العراق. الأموال الموجودة في العراق صممت لتسرق، وكل دخل العراق خلال عقدين من الزمن يعني يبدد بشكل قانوني سياسي تشرف عليه سلة من اللصوص في الداخل ويدير لصوص دوليين. يعني أنت يعني ترى العراق لا زال كل أموال العراق توضع في صندوق الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ما تزود العراقيين بالعملة الصعبة وتوضع بالدولار في أمريكا، وأنت شايف الحملة على الدولار في أمريكا اليوم. يعني قد يصفى العراقيين على كل مدخراتهم الموجودة لدى الولايات المتحدة إن كان لدينا على زال مدخرات من وراء النفط، يعني قد تبخرت. طيب، ثمة من يتهم الحكومة والميليشيات بتعمد إبقاء هذه الآفة التي تفتك بالناس ثأرا وانتقاما لربما بسبب الرفض الشعبي المتزايد لهذا النظام الفاسد. برأيك أستاذ حسين، هل يمكن أن تحمل القضية على هذا المحمل؟ يعني أنا لست ميالا لهذا الاتهامات. يعني الميليشيات وأذرع الأحزاب المسلحة يعني هي جزء من المجتمع، وهي يعني لا تملك المعرفة ولا الثقافة للحديث عن هذا الموضوع. هي اليوم تملك الدولة لكنها لا ترى في الدولة إلا مصدر، إلا قاصة لتسرقها، ولا ترى يعني أي دور لها في معالجة. أليست هذه الميليشيات هي من خطفت الأطباء ودمرت البنى التحتية للصحة؟ أليست هذه الميليشيات من تسرق الموازنات؟ وهذه الأحزاب هي التي تسرق موازنات الصحة وتبددها على الفساد والفاسدين. أنا لست ميالا لاتهامها بأنها تعاقب، هي تعاقب نفسها وتعاقب الآخرين. يعني القاعدة الشعبية انفضت من حولها بسبب فساد. نعم. اليوم إذا هي تريد أن تعاقب فستفقد ما تبقى لها من حتى من أنصار يعني متفقين مصلحيا معها. طيب أستاذ حسين، ماذا عن التعويضات؟ يعني بحسب رؤيتك كيف تمكنت هذه السلطة من التهرب من موضوع التعويضات؟ نعلم أن هؤلاء المرضى وهم بمئات الآلاف حقيقة يستحقون تعويضات مادية، ولكن يعني لا أحد منهم نال أي تعويض. كيف تهربت الحكومة من هذا الموضوع؟ يعني التعويضات يعني كان لابد من أن تنشئ الدولة صندوق يعني لتعويض المتضررين كل نتائج الحرب، سواء الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يعني وكان العراقيين دائما يسمعوا في صناديق التعويضات والتعويضات دولار النفط يعني أدخلوا الناس في سلسلة من الأوهام وسلسلة من الأكاذيب. يعني لم تشهدها دولة في التاريخ. أنا أراهن على هذا النظام السياسي ولا أعتب عليه، لأنه ليس لدينا نظام في بغداد، لدينا في بغداد مجموعة من اللصوص يعني يأتمرون بأوامر الخارج وديكور البرلمان والوزارة والحكومة والديكورات السياسية القائمة. العراق عبارة عن أكذوبة. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لك.